so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. أمام أرسنال وكما نرى هنا فإن الدول الجزائرية هي المحرز الأساسي وهذا خبر جد مفرح وصراحة يستحق أن يكون أساسي ونترككم هنا في حارس المرمى لدينا إيدرسون والله الأيمن لدينا بنجامين ماندي في قلب الدفاع لدينا إيمانيك لابورت وإريك غارسيا وفي ظهير الأيسر وفي ظهير الأيمن عفوا كاير والكر وفي وسط الميدان لدينا ثلاثية إيكاي غوندوغان دافيد سيلوا وكيفن دبراين ورياض محرز وفي الهجوم رياض محرز كبير خيسوس رحيم ستيرلينغ المفاجأة هي غياب سيرجيو أغويرو. أما في تشكيلة أرسنال لدينا فرانك لينو بالوماري مصطفي تيرني إكتور بيدرين جرانيت شاكا لدينا ماتيو غندوزي وفي هجوم جوزيف ويلكوك بوكايو ساكا ادوارد نيكيتا بيير ايميوا في الهجوم قلب الهجوم بيير ابرينغ اوباميونغ صراحة التشكيلة معظمهم شباب ولم نكن ننتظر هذه التشكيلة فهل ستكون مخاطرة من قبل المدرب ارتيتا في ادخال هذوم الشباب ام ستكون مبادرة جيدة وقبل ان اترككم نتمنى مباراة جيدة للدول الجديدة رياض محرز ونتمنى أن يسجل هدف أو يقوم بمباراة تمريرة حاسمة إن شاء الله نترككم بهذا الفيديو وسنضع لكم روابط مشاهدة الفيديو على طريق الإنترنت مجانا والقنوات النقلة على أسطرة ونيرسات.